سنافر، تأكدوا أنكم لا تقطفون إلا الثمار الناضجة. هناك طريقة واحدة للتأكد يا قوي. هذه جيدة في رأيي، يلزمها أسبوعين. أقول لا تأكل أكثر مما تقطف. انظر، غبي وغضبان وجد الحل. أنا أكره الصعود والنزول أيضا. هذه الطريقة لن ننتهي أبدا. كان هو على حق يا هارور. لنسنفر الآن، هذه آخر عليقة. نسينا هاتين، لنرى إن كانت ثمارهما ناضجة. شرشبيل، سنفروا بحياتكم. أنا أكره شرشبيل. اهبط عليهم. يا لك من هر أهبل. هذه مفاجأة لهارهور. هارهور، سأحملك إلى ممسحة للأرض. أسرعوا، إنه ما وراءنا. أسرع يا هارهور، أسرع أسرع. أظن أنهما بدأ يتعبان. ونحن أيضا. ما عدت أحتمل. لو كنت أصغر بعشر سنوات لقبضت على هؤلاء الأشقياء. سنافر، ماذا جرى؟ لحق بنا شرشبيل وهارهور بابا سنفور، لكننا هربنا. لحسن حظهما، وإلا كنت لقنتهما درسا. ولسوء حظنا فقدنا كل ما قطفنا من توت. الإهمال يؤدي إلى الحوادث. لم ينجو سوى التوت البري و... كنت أحاول أن أخفف عنكم. عندي هنا ما يفرحكم جميعكم. توت بري. لكن بابا سنفور، هذه مؤونتك أنت. يسعدني أن أشارككم بها. على كل حال لست بحاجة لتوت. شكرا. استمتعوا بالتوت، أنا مشغول جدا. إلى اللقاء بابا سنفور. بابا سنفور لطيف فعلا. أجل، يفعل الكثير لأجلنا. ليتنا نستطيع أن نسنفر له شيئا جيدا. أجل، ترى ماذا يحب؟ أنا أعرف، رأيت لائحة بأشيائه المفضلة. صحيح، أين؟ في أحد كتبه. تعال سأريك. أنا أكره الكتب لكني أحب بابا سنفور. ها هي، انتظر، هذه هي. لا، ربما هذه. كنت أعلم أنك ستضيع وقتنا. أجل، إنك تضيع وقتنا. أنا متأكد أنها هنا. أشيائي المفضلة، هذا فعلا خط بابا سنفور. أحسنت يا غبي، وجدت اللائحة. كنت سأجدها بلا شك. لنرى، أغاني لطيفة، شعر، صور جميلة، أزهار عطرة، وسلطة الخضار الطازجة مع فطر الكهوف. أنا أقطف له بعض الأزهار. أنا أصنع السلطة. نحن نساعد أكون. وأنا أراقب، لأن بابا سنفور يقول الفريق بلا رئيس هو كالسفينة بلا قبطان، والرؤساء هم. هاي، انتظروني. حسنا، وجدنا كل شيء مع دفق الكهوف. بحثنا في كل الكهوف. لابد أن نجد كهفا آخر في الجوار. لا، بابا سنفور يقول لا يدخل الأماكن الخطرة إلا السنافر المغفلون. يمكن خداع بعض السنافر بعض الوقت، ولكن لا يمكن خداعهم كلهم. ما رأيك بهذا الكهف يا مفكر؟ أظن أن بابا سنفور كان يقصد. واو، انظروا إلى هذا الفطر. انظر هنا، ما أجمل هذا الغدير وهذه الأزهار.
إيه؟ هل رأيتم؟ شرب من الماء فعجله شبابه. ما أجملها هدية لبابا سنفور، هدية الشباب. صح، هدية الشباب، فكرة رائعة. أوه، هذا يكفي. هذا ينبوعي أنا وأنتم دخلاء. إنه جبار. هاي انزلني. حاضر، تفضل. أنت عجوز خبيث، لم أخذ سوى بعض الماء. لا أحد يأخذ ماء من ينبوعي دون أن يترك هدية جميلة. حسنا، هذا مفهوم، لذلك سنتركك ونمشي. هذه هدية جيدة. لا، هذه لبابا سنفور. إنها لي الآن. أعده لنا أيها اللئيم. والآن خذوا ماءكم. حسنا، لنأخذ الماء. لا تكثر منها. أسرع يا قوي، قوي، انتظر. ماذا تريد؟ أنا أريد أن أهديك مفاجأة. سأنتقم منكم أيها السنافر. بحذر، لا نريد أن ننقذ بابا سنفور. معك حق. ماذا تقصد بالضبط؟ إيقاظ بابا سنفور؟ اجمعوا الأغراض بسرعة. دعوني أساعدكم يا قوي. شكرا بابا سنفور. بابا سنفور، الوقت متأخر وأنتم تعملون كثيرا يا صغار. دع عنك بابا سنفور. لا 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 لا، على كل سنفور أن يحمل حلة. بالمناسبة، ماذا يوجد في هذه الأكياس؟ إنها مفاجأة. لا تصدقوا بابا سنفور، هذا مازح. إني أشعر بالعطش. تفضل بابا سنفور. أوه، لا تشرب من هذا الماء بابا سنفور، إنه عتيق، سنحضر لك ماء طازجا. لا 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 لا، هذا يكفي. حسنا، سأعود إلى فراشي، لم أعد شابا كما كنت. ستصبح عما قريب. لم تعمل الماء. لقد غشنا الجبار وأخذ منا كتاب بابا سنفور. كم سيغضب بابا سنفور عندما يعلم بالأمر. إذا لنعطيه كل الهدايا فلن يبقى غاضبا. لا تتكل على ذلك. الجميع جاهزون؟ أجل. إنه قادم. واحد، اثنان، ثلاثة. مبادرة بابا سنفور. من حمية سنافر. بابا سنفور، هذا أنا، هيا نلعب بالكرة. لقطة جيدة يا سنفور، ارميها لي. أوه، لقد فعل الماء فعلة، ولكنه شرب كثيرا. الويل لنا، ماذا فعلنا؟ نحن في ورطة كبيرة بدون بابا سنفور. طريقة فذة في رمي الكرة. أوه، هو مسلية جدا. اللعب اللعب اللعب، هذا كل ما يريد. أنا متأكد أنني لو تكلمت مع بابا سنفور. هاي سنافر، ما سبب هذا الحزن؟ لدينا مشكلة كبيرة بابا سنفور. أنت المشكلة. لا، أنت المشكلة. أوه لا، إنه صغير جدا، ماذا سيحصل لنا باللقائد؟ تفضلون لعبة إتباع القائد؟ حسناً، قفوا على قدم واحدة وافعلوا مثلي. هيا، لعبة مسلية. لنلهيه حتى نفكر كيف نتصرف. والآن ضعوا أيديكم على الخواصف، اقفزوا في الواح. أنا أكره الواح. لعبة
مخيفة. لو نقدر أن نسافر بابا سنفور إلى طبيعته. أنا أقدر أن أجد وصفة في مختبر بابا سنفور. حسناً، كل شيء يستحق التجربة. قلت لك إني سأجدها، وصفة إعادة الشيخوخة، انظر المجلد 29. أوه، إنه غير موجود. إنه الكتاب الذي أخذه الجبار. إذن يجب أن نستعيده. هل أقدر أن أذهب معكم؟ هل أقدر؟ آسف بابا سنفور، أنت صغير جداً. رأيي أن بابا سنفور بحاجة للمراقبة، وأنا السنفور المناسب لهذه الوظيفة. لا أعرف ما أهون الشرين، نتركك هنا أو نأخذك معنا. أن تأخذوني معكم أسوأ بكثير. هل هذا يعني أنني باقٍ؟ أجل، ولكن غبي سيراقبك بينما أنت تراقب بابا سنفور. يا مراقبة بابا سنفور لن تكون خطيرة مثل مواجهة الجبار الفظيع. عندما أكبر سوف أتعلم سنفرة الوصفات. هذا غير عادل، من أقفل المختبر؟ أنت تبقى خارجا بابا سنفور، لأن الأولاد الصغار لا يمكن أن... حسنا، هيا نلعب بالطميشة. الدور دورك، أغمض عينيك وعد حتى الألف. ألف؟ ماذا؟ ألا تقدر أن تعد للألف؟ بالطبع. لا تقدر. بلا أقدر. لا. أجل. لا، سوف ترى أيها السنفور المدعي. 1 2 3 4 5 6 7. لأبحث عن بقية السنافر. 58 59 60. مبكر بابا سنفور ذهب نحوه. لا يا غبي، لا تساعدني. 61 62. لكن مبكر، ماذا لو ذهب بابا سنفور؟ من المفروض أن يضيع وأن أجده. نحن نلعب وأنت أنسيتني أين وصلت بالعد. لماذا؟ آسف. 1 2 3 4 5 6 7. ها هو، إنه نائم. هذه فرصتنا. إنه لا يخيفني. لا بد أن الكتاب في مكان ما هنا. هل هذا ما تبحثون عنه؟ هذا الكتاب أصبح ملكي أنا، وقريبا أنتم ستصبحون أيضا ملكي. لن تتمكنوا من الهرب. دعنا نذهب سيد جبار. لا أحد يذهب ما لم أحصل على هدية. لكننا لم نحضر معنا شيئا. أنا أحضرت. لا، لن تخدع الجبار مرتين. وهل أنا أخدعك؟ إنها مفاجأة مسفرة. لكن ما دمت لا تريدها. أنا أحب المفاجآت. من قبل الكتاب؟ الكتاب؟ أوه لا، لا تنظروا إلي، مستحيل أن أخدع الجبار من جديد. بابا سنفور هو الوحيد القادر على المستحيلات، لا نعرف أحدا غيره. لكننا نعرف عجوزا. ليس شرشبيل. أطيب العيش وحولي الماء، بعيدا عن الغابة والسنافر اللؤماء. ليتني أصطاد سمكا شهيا أطبخه وأكله هنيا. مرحبا بسبوس. هل مر سنافر من هنا؟ وداعا أيها الفوع. هل قلت سنافر؟ أجل، سنافر. هل أنت جبار؟ جبار؟ لا، أنا عجوز لطيف.